وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، من الناس من تعرف معدنه بلمحة، فبريق جوهره النفيس لا يخفى على أحد. واعلموا أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا ألقى في قلوب من حوله مشجعات محفزات يبذلوا بسببها الخير له، فسبحان من جعل من الرق بوابة للتمكين. فامض مع أقدار الله المؤلمة بصبر ويقين، وتأكد أنها ستقذفك إلى قمة التمكين.